مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم كالعادة، واليوم غنفتحوا النقاش في موضوع جديد كيخص أطفالنا وأحيانا حتى أزواجنا وربما حتى زوجاتنا. إذن غتكون فرصة باش ندردشوا في الموضوع، موضوع اللي صبح كيشغل واحد العدد كبير من الناس، صبح كيخوف البعض، وصبح كما تنقولوا واحد الفرصة واحد المتنفس للبعض الآخر. ولكن شنو هي الترتيبات النفسية من مورا هاد الشيء؟ شنو هي الأضرار النجمة على هاد التصرف هذا؟ واش فعلا مفيد أو أنه نسبة كبيرة منه سلبية؟ هاد الشيء اللي اليوم غنفتحوا فيه النقاش. ولهذا الغرض حاضرة معي ومشرفاني كالعادة الأخصائية النفسية ومعالجة النفسية لالان زهى الخميري. مرحبا بك لالان زهى. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة، ودائما سعيدة باللقاء معك واخا يكون لي كان وانا اسعد بالطلب. الله يحفظك ليا لالا يخطيك، وحتى انا كنكون فرحانة دائما بالدردشة معك. الله يطول لي عمرك اللنزة. وايضا حاضرة معنا من الولايات المتحدة الامريكية لالا اسماء شكري، وهي شيف طبخ مغربية. مرحبا بك لالا اسماء. ربي يخليك، شكرا بزاف، شكرا على الاستضافة ديالكم، شكرا على الدكتوره نزهه، شكرا لك سكينه، شكرا للجميع، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه الضلع عليكم اليوم في البرنامج. مرحبا بك، مشرفانا ومنورانا ان شاء الله باذن الله. كان من المبرمج ايضا ان تكون معنا السيده ندى، وهي ربه بيت مقيمه بالامارات العربيه المتحده، ولكن للاسف لصعوبه تقنيه ولصعوبه الربط عبر الانترنت بها تعذر على ان تكون معنا، رغم انه عندها تجربه مهمه بزاف واللي غادي نشيروا لها من خلال البرنامج اليوم. وقبل ما نفتح الدردشه ديالي مع لالا نزهه، انا غادي نبدا بلالا اسماء. لالا اسماء، انت ام لاطفال، وانا ربما باقي ما تكلمتش على الموضوع، ولكن من خلالك غنتكلموا على التجربه ديال الام مع وليداتها، خاصه في خلال هذه المرحله هذه بانت المعالم ديال التاثير ديال هذه المساله على وليداتنا وحتى على الازواج. اذا لاحظنا باللي كل شيء قدام التلفزيون وشاد كما كنقولوا هما المانيطه ولي جو او لا في البورتابل، او المهم اصبح حيز الالعاب الالكترونيه واخذ واحد يعني واحد الكم كبير من حياه وليداتنا واحيانا من حياه ازواجنا، كيصعب حتى التواصل. كاين ازواج اللي مبليين بلي جو الكترونيك، كاينين اطفال اللي مبليين بلي جو الكترونيك، كاينين حتى امهات اللي تبلاو بلي جو الكترونيك. تكلمينا على التجربه ديالك مع وليداتك. انا ام لطفلين، يعني يعني الكبير عنده 7 سنوات وصغير 5 سنوات. فانت كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار يعني ضروري ما كيبغيو ينوعوا الالعاب ديالهم، واخا يعني كيكونوا عندهم العاب يدويه يعني موفرين لهم العاب يدويه كثيره يعني عندهم باش يلعبوا، ولكن تيبقى دائما واحد النقطه ديال اللعب ديالهم وديال انهم باش يحيدوا هذاك القنطه ديال هذوك الالعاب، خاصهم ضروري يمشيوا ويشوفوا يعني الرسوم المتحركه على التلفاز او لا على التابلت او لا على البورتابل. فمن فيديو لفيديو، واخا حنا ما نكونوش يعني ورينا لهم الالعاب الالكترونيه، هما غادي يدخلوا ليها بواحد التلقائيه غير مباشره، يعني الا خداو التابلت او الا خداو البورتابل ودخلوا كيتفرجوا في الفيديو ديال الرسوم المتحركه مثلا، ففيديو غادي يديهم يقدر يخرجهم من فيديو اخر اللي كيعطي العاب الكترونيه، تيحاولوا انهم يتعلموا بوحديتهم. مثلا بحال دابا ولدي الكبير واخا 7 سنوات، فراه كان كيتفرج من قبل ما يدير 7 سنوات، يعني كان دائما متبع الرسوم المتحركه وبدا كيعرف بزاف ديال الالعاب الالكترونيه، يعني كياخذ البورتابل وبدا كيلعب. فحتى الولد الصغير يعني شافوا شنو كيدير، فكذلك حتى هو يعني ولا كيحيد الالعاب اليدويه من يديه، يعني لي جوي اللي كنشريو ليهم، وكيمشيو تيبغيو باش يلعبوا في البورتابل وفي التابلت، يعني حتى التلفازه ما بقاتش مقنعاهم انهم باش يتفرجوا فقط غير في الرسوم المتحركه على التلفازه، فولاو كيفضلوا انهم ياخذوا التابلت وياخذوا البورتابل ويبداو يلعبوا. فكيف ما قلت لكم من فيديو لفيديو كيديوهم الالعاب الالكترونيه، فهذوك الالعاب الالكترونيه راه ماشي كلهم بحال، كاينين انواع العاب اللي هي ديال الترفيه زوينين، يعني يقدروا يكونوا يعني ديال الذكاء، يعني ينموا بهم الذكاء ديالهم،
وكاينين عاوتاني كنشوفهم بعض المرات يعني كيتاجئوا كيدخلوا لواحد الالعاب الكترونيه اللي هي مخيفه، هي ماشي في مصلحتهم وماشي في السن ديالهم، ويعني وتقدر تعلمهم شي حوايج اللي هي ترسخ لهم في الدماغ ديالهم ويوليو يعني تبقى مأثره عليهم لا نفسانيا ولا حتى تربويا، ويبقى داكشي مرسخ لهم من بعد يعني ما يكبروا. ففي الحقيقه يعني هاد المساله هذه يعني ديرونجاتني كما كنقولوا، ما انا ما قابلاش عليها نهائيا. ومع ذلك يعني هاد الامر هذا زاد، لانهم من يعني من شهر فبراير يعني من شهر جوج حنا في الولايات المتحده هنا كانت واحد العطله، فمن تماك مشات عطله كلها لحد الان يعني ديال الحجر الصحي وديال هاد الظروف اللي عاشها العالم. فالاطفال الاغلبيه ديالهم انا خفت عليهم ما بقيتش كنخرجهم، يعني ما بقاوش كيخرجوا، ما بقاتش مدرسه، ما بقاش بزاف ديال وسائل الترفيه اللي على برا، فغادي يتجهوا بطبيعه الحال للتلفازه والطابليت والبورتابل. فما نكذبش عليكم يعني كان عيا ما نحضيهم، باباهم حتى هو كيعيا ما يحضيهم، ولكن هما اللي بغاوها راه كيديروها، كيلتجؤوا لهذوك الالعاب حتى وصلوا لدرجه انهم لو هما كيتحكموا فينا حنا باش ما نخليوهمش يحيدوا هذوك الالعاب اللي حنا ما بغيناهمش يشوفوهم. يعني وانت كتحسي بانه كاين واحد المرحله ديال الادمان دخلوا فيها الدراري؟ بحال الا ولات واحد المرحله ديال الادمان، مثلا بحال دابا الاب ديالهم ملي كيمشي للخدمه كيدي معاه الطابليت، كيدي معاه البورتابل ديالو اللي كياخذوه هما كيلعبوا به ملي كيجي، فهذيك الوقيته كيبقاو جالسين يعني حاضرين غير التلفازه، حتى شي حاجه ما عجبهم من هذوك الرسوم اللي كيديروا، كيبقاو يدابزوا على هذوك الرسوم، انا بغيت هذه، فبقاو كيقلبوا حتى طاحوا على هذوك الالعاب اللي كانوا كيتفرجوا فيهم في التابلت والبورتابل، لقاوهم في لي فيديو على اليوتيوب. كنحاول انني نبعدهم منهم. باباهم شرى لهم عاوتاني انواع جديده ديال الالعاب يدويه، خدا لهم هذاك لا باتا مودلي، هذوك العجين اللي بالالوان، يعني كيلعبوا بهم. ولدي الكبير عجباتو الفكره انه بدا يعني ملي كيقنط من التلفازه وكيلوح البورتابل كيمشي لهذوك لا باتا مودلي كيلعب بها. الولد الصغير لا، يعني تيبقى جالس كيتفرج حتى كيجي باباه، غير كيجي باباه كيمشي لعندو على الباب باش ياخذ ليه الطابليت. يعني هذه راها بحال نقطه ديال بدايه الادمان، انا كنشوفها بدايه الادمان. مثلا عاوتاني واحد المساله اخرى، وهي ملي كنهضروا معاهم ملي كنعيطوا على كل واحد بالاسم ديالو راه كيبقاو شي 3 ولا 4 مينوت عاده كيهزوا راسهم وكيشوفوا فيك، يعني مكونسنترين مزيان مع لي جو. عاوتاني حاجه اخرى، يعني حتى الشهيه ما كتبقاش، ما عندهمش ديك الوقت باش يجلسوا وياكلوا خاطرهم. عاوتاني مساله اخرى، ان ولدي الصغير يعني كيمشي يعني للتواليت بوحدو، يعني عارف راسو خاصو يمشي للتواليت بوحدو. وصلت واحد المساله انه ولا عنده تبول لا ارادي، لدرجه انه كيبقى بلوكي قدام ليكرون، اوكي ما كيبغيش يضيع الوقت، كيخاف لا يمشي يحط البورتابل ويخسر في هذاك لو جو. يعني شوفي الذكاء ديالو اشنو تيقول ليه، يعني ما تيقدرش ينوض ويمشي للتواليت ويرجع، لا ارادي داك الشيء حتى كنلقاه. يعني وعرفت هذاك هو المشكل، عرفت بلي ان هذاك هو المشكل اللي هو الفراجه وهو هذاك الالعاب. فكنحاولوا ما امكن اننا نحيدوا لهم هذا الشيء. وليت منين بدا كيفوت هذا الحجر الصحي وليت كنخرجهم يعني شويه، ملي كنكون جالسه كنخرجهم في العشيه كيلعبوا وكيجري وكيهذا، غير كيطلعوا للدار كياخذوا لا دوش ديالهم كياكلوا صافي، ما كيبقاش عندهم الجد اللي غادي يهزوا يلعبوا وهذا. المهم كنحاول ما امكن انني نبعد عليهم هذا الشيء، وكان ملي تنكون جالسه معاهم في الدار ولا الاب ديالهم الى غسلوها كيخدموا شي حاجه اننا حنا اللي ما موافقينش عليها انهم يشوفوها، لانهم كيشوفوا بعد فترات كيخرجوا لهم دي فيديو اللي هما مخيفين وهما عارفهم داك الشيء. كاينه العاب اللي هي الكترونيه خطيره جدا، ربما انا غادي نواصل معك الدردشه لا اسماء، لانك عطيتينا نقاط زوينه ومهمه بزاف. الا سمحتي لي غنتقل عند اللنزها. اللنزها ربما احنا اليوم كنحملوا واحد الهم ديال الام اللي يعكس صوره ديال عدد من الاباء والامهات اللي عندهم هذا الاشكال هذا، كيقول لك دابا ولادنا ولا هذا النوع من الادمان. ربما انا غنطرح سؤال في ثلاثه ديال يعني في شقين او اكثر، كاين هذا الجانب اللي كتكلم عليه لاله اسماء، اللي يصبحوا الوالدين كيتخوفوا، ربما عطاتنا بعض الاعراض
لعدد من الاباء تيديكلاريوهم او اللي تيقولوهم. كاين واحد الاشكال اخر مطروح هو الاشكال ديال الازواج. كاين دابا مثلا الراجل اللي كيدخل الدار كيجيو عنده صحابو ولا هو غير مع راسو خاصو يشد البلاي او لا يشد يعني شي لعبه الكترونيه او لا في التليفون ديالو كيلعب اونلاين، ما كيبقاش كيولي واحد النوع ديال الادمان. يعني الا جات غير الزوجه ديالو تقول له مثلا نوض خاصه شي حاجه ولا جي نجلسو ندوي ولا نتعشى اونصومبل ولا هذه، كتلقى ديما خاشي راسو في التليفون. هذاك هو المتنفس ديالو، هذاك اللي كيديستريسا حتى كيولي واحد النوع من الادمان وكينتج عليه عصبيه وكينتج عليه خلافات الى غير ذلك. وكاين شق اخر ديال ربما واحد الفئه ديال الاطفال اللي كيعانيو من بعض الاضطرابات، الا اعتبرنا مثلا اطفال يعني التوحديين او لا الاطفال الصبغيين او لا اللي عندهم مشاكل ربما لا بغينا نقولوا سلوكيه، تصبحوا يعني مرتبطين بداك لو جو اللي كيلعبوا. ربما انا كانت حكات لي قصه احدى الصديقات بالولايات المتحده الامريكيه مضطره انها دير لبنتها 4 ديال التليفونات، خاص الى طفى هذا تلقى الاخر والى طفى الاخر تلقى الاخر وطابليت، لانه الى طفى التليفون وما لقاتش باش تكمل لو جو كتجي هنا وبقى عصبيه وكتبدا تضرب وكتبدا تهرس داكشي اللي قدامها وكتبقى تبكي بطريقه غير طبيعيه، فكتضطر انها دير هادشي باش تكالميها. وربما كاين بعض الناس اللي ديفلوبات عندهم حتى المساله ديال اولا الوليدات الصغار ديفلوبات عندهم الاضطراب ديال لونفون ايكران، يعني ولاو غير كيستقبلوا ما بقى ما هي كيستهلك وكيستقبل ما عندوش ردات فعل. اعطينا قراءه مجمله لها نزهه على ما سمعتي من لاله اسماء على هاد النقط اللي انا رتبت فيها لانه مازال غنتكلموا في التفاصيل. تنجدد الترحاب بلاله اسماء، شكرا على هذا اللقاء الجميل اللي هيئته من سكينة وهذا الموضوع الشيق. انا غادي نطرح غير سؤال صغير لاسماء، اشنو انا عرفت الخدمه ديالك على انك كنتين تديري المطبخ المغربي داخل مطعم، والاب شنو هو التوقيت اللي كتاخده؟ غيابكم شحال تيبقى في النهار؟ بالنسبه لي انا كنكون معاهم يعني من الصباح، يعني كنبقى معاهم طيله النهار يعني حتى الساعه 4:30 ديال العشيه عاده يمكن لي انني نمشي للعمل ديالي. بالنسبه للاب، الاب راه كيخدم يعني من الصباح بكري، يعني انا كنعوض هذاك الدور ديال الاب كنكون معاهم بالنهار، هو كيجي قبل ما انا نمشي للعمل ديالي، هو راه كيجي تيكون في الدار. اذا الدار يعني عمرها ما كتكون خاويه، انتي كاينه ولا ما كاينش؟ كاين هذاك الفارغ يعني كنخليوه مع شي واحد في الدار بوحديتهم يعني محرومين منا؟ لا نهائيا الحقيقه. واخا دابا انا غادي نبدا شي شويه نعطي واحد النقطه. اذا حنايا كنعرفوا على ان اللاعب الكبار ولا الصغار ولا اي انسان هو ترفيه، وللاسف الكبير هو اننا حنا الكبار ما بقيناش كنلعبوا. انا ما غنهضر شيء على اللاعب المرضي، ما غنهضر شيء على الادمان في اللاعب، ولكن حنا للاسف ملي تنكبروا اللي لعب فينا تنقولوا له واش مازال انت دري صغير، وهذه نقطه مهمه اللي خصنا نعيدوا النظر فيها. تيبقى اللاعب هو ترفيه متعه تسليه، تنزول علينا الضغط اليومي لان فيه واحد تترجع الروح ديالنا مرينة. في جانب اللاعب ولات تكنولوجية العصر، إذا حنايا ما نبقاوش نقارنوا هذا الجيل اليوم مع حنايا أو مع اللي قبل. إذا كل جيل وكان عنده نوع ديال اللاعب. هذا الإدمان كان دائما كاين من منذ قرون، والإدمان على اللاعب كاين، ولكن في كل عصر كاين إدمان على على نوع من الأنواع على حسب شنو الجديد في اللاعب. طيب الأسماء قالت راه كل مرة كيمشي يجددوا الشراء ديال اللعبة. إذا حنايا كنعرفوا على أن بحال اللي تيخرج تليفون جديد تيخرج لاعب جديد، راه هذا سميتو تجارة.
الاشكال اللي كاين ما نفيو شيء على اننا حنا حتى حنا الكبار كان ماشي غنقول حتى نلعبوا حتى حنا كنغامسوا في الهاتف سواء يكون لاعب ولا الشاط ولا المهم حنا قبلت ليكرون من الكبير حتى الصغير اللي ما صابت ما دير في العيالات مثلا غادي تقول انا غادي ندخل نقلب على لي غوسيه وسير قلب على لي غوسيه اذا هنايا باش نهضروا على هذا الشيء هذا كاين واحد شويه ديال الخلط وشويه البعثاره وشويه ديال التفريقه في المسؤوليه كلشي مسؤول الوغ ملي تدخل لاسماء الزوج ديالها حنايا ما تنخليوش الفراغ لهاد الوليدات واحد تعوض واحد كتقول لك لاسماء انا كنعوض الزوج راه عند بالها كتعوضه اما هي راه ما تقدرش تعوضه وحنايا كنعرفوا على ان البنيه تحتية طبيعية ديال تربية الأطفال أو الأسرة عامة هي الأب الأم والطفل هناك هرم ثلاثي واحد ثلاثية اللي سميتها الأب والأم والطفل إلى حيدنا ركيزة من الركائز راه غادي يطيح الهرم إذن لا أسماء ولا غيرها مستحيل أن شي واحد غادي يعوض الآخر إذن علاش؟ علاش؟ لأن من كتحاول هي تعوض عند بالها كتعوض الأب راه ما كتعوضوش هي غير موجودة كاينة في الدار لا. ولكن واش كاين ذاك النشاط الأسري ديال الأب والأم والأطفال واش غادي يلعبوا كاملين واش كاين التواصل واش كاين الحديث واش كاين لعبوا واحد اللعب اللي هو فيه شويه ديال البساله في الدار حيت الاطفال ديالنا ما عندهمش العقل ما عندهمش النضج مازال لا سيما السن ديال وليداتها اذا هما ما تلجؤوش بالصدفه وما تيوليوش الادمان بالصدفه وما تيوليوش يتعاطوا لهذا الشيء دغيا بالزربه ولكن حنايا الابوين أو الأمهات أو واحد فيهم راه بطريقة لا شعورية كنساعد وليداتنا أنهم يطيحوا في الفخ ديال الإدمان ولا نزوج ما كتشوفش بأنها أزمة يعني أزمة جيل راه جيل كله هكذا يعني كاع الوليدين ولكن علاش غنسميوه أزمة جيل وحنا مفاهمين فيها يمكن ولكن المشكل ما كيضمن حتى حنا ككبار يعني كاينين الناس الكبار دابا راه قبل ما نهضر على الناس الكبار اللي سوتين انهم تيلعبوا غادي نقول انا غنساهم مع وليداتي انني نساهم في الادمان ديال اللاعب ديالهم او التعاطي للاعب كيفاش غادي نساهم بحيث غادي نمشي نشري لهم اللعب كاين الوالدين اللي كيسكتوا ولادهم كاين الوالدين اللي تيسكتوا ولادهم غير سكت غنجيب ليه كاين اللي تيدير لهم شونطاج احفظ وغنجيب ليه كاين اللي تيقول له غير جلس ما بغيتش تصدع مازال في الدار ما بغيتش نسمعك هاك وسكت ولكن من فوقاش على لا سكينه تيبدا هذا الشيء تيبدا من 3 سنوات علاش لان في 3 سنوات تيولي هناك واحد الذكاء تيبدا يتبلور ويتنمى وهذاك الذكاء مع المكتسبات المحيطيه اللي كدور بينا إذن هنا تتبدا عند الطفل ولا سيما الجيل ديال اليوم معجز وعنده وعنده التكنولوجيا لاحظوا معي التكنولوجيا كتسهل ليه كلشي واش بغى يدير الابداع الفكري واش بغى يدير بالماستيك بغى يديرو دغيا ويزرب صافي علاش حيت ما فيه ما يخدم دماغه بل هناك واحد الشوفه لي ريسبتور هو تيشوف فقط ومني تيشوف تيمشي ليماجينير ومني تيدير ليماجينير تي فونتازمي اذن هو في عالم مشى اشنو تيقل عنده تيقل التركيز تيقل التواصل تيجي العياء تيجي فقدان الشهيه كيف قالت تبول لا ارادي لوليغيزي اللي هي فيها واحد نوعا ما منوط حيت غادي نخسر لانه هو هنايا في لو كونترول كاينه اون اغريسيفيتي كاين واحد العنف داخلي بينو وبين نفسو تلقاو وليداتكم تيكزوا على سنانهم بلا ما يشعروا بعض المرات كيتعنف غير بداك التيليكوموند ولا بلوج
بعض المرات غتلقى ردة فعل على أولادي وهكذا. إلا دزنا للاعب المارح ويجلسوا الآباء ما ياخذ هذاك الطفل حتى يجلس الأب ولا الأم ونلاحظه ونراقبه أش كي ياخذ أش كي يلعب، وفي الأخير ندخل معه في لوجو لا سيما 7 سنين ندخل معه في لوجو. علاش غندخل معه؟ باش نباناليزي، باش نخفف المحنة ديال داك اللاعب. نباناليزي شو هذاك كيفاش تيدير؟ لا لا بلاتي إذا خاصني نباناليزي داك الخطر ديال لوجو ولاش هي ما نكسر له داك الحواجز ديال الوقت، حيث ملي تيدخل الإنسان في إدمان اللاعب ما تيبقاش عنده لا نوسيون دو طون، ما تيبقاش يرد البال للساعة، ما تيردش الساعة عامة قتلت لينا مفهوم الوقت. لأنه كتجلس قدام التليفون تقدر دوي ساعة تسمع ما كتحسش بالوقت. يزنا الشق الثاني على السكينة اللي هو الكبار، راه كاين الإدمان على الكارطة ياك، ما هذا ماشي تليفون ياك، هذا ماشي لو جو، ماشي لو جو باغ ابليكاسيون، ولكن كاينين الجمايع ديال الكارطه اللي ما يفلتهاش واخا ما عرفتش شنو واقع في الدنيا، وتيكون غائب الاب، غنهضري على الاب، غائب الاب على الوجود ديال الاسره ديالو. انا عندي طرح الكارطه ماشي عند الصحاب، او عندي اللاعب ديال القمر، كاين لاعب ديال البيار، ومع ذلك كاين هناك كذلك الادمان بحال الادمان على المخدرات، كيولي ادمان بحال الادمان على المخدرات بحال اللي تياخذ البسيكوتروب. كاين الادمان اللي هو جنسي، كاين ادمان هو على العمل، خصو يخدم ويكد ويدير، اليوم يخدم غدا يخدم حتى تيولي في الاحتراق الذاتي. اذا الانواع ديال الادمان من جملتهم اللاعب تيولي الى ما لعبش شي حاجه ناقصه مريض. فوقاش غادي نهضروا تندوزوا من التسليه ومن الترفيه والمتعه؟ يمكن لي ندخل ندير ابليكاسيون ونلعب، ولكن اللعب هاي يمكن لي فوقاش نعرف راسي ماشي مدمنه، هي ما نقدر نفاصل عليها وما ما نلعبهاش، ولا عليك يومين ثلاث ايام ما نلعبهاش وما يبقاش عندي الهاجس كياكلني انني نلعبها. ما نديش انقطاع على 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 الواقع الاجتماعي، ما تاثرش ليا على صحتي، ما تكونش هي في الدرجه الاولى عندها واحد لا بريوريتي في حياتي. اذا حنايا رحنا حاجه تتكب في حاجه، حنا تنكبوا في اللاعب واللاعب تيكب فينا. علاش انا اللي سكينا فقط؟ وغنقول دائما وسبحان الله في كل موضوع تنلقى هذه الجمله، انقطع عندنا التواصل، مابقاش عندنا التواصل. ازمه كبيره، هذه ازمه كبيره اللي خاصها تخلق فيها التواصل، من حيث ولاو الناس سميتهم متحضرين مقاطعه صله الرحم، من حيث الناس حساب لهم افتقار ما بقاوش يشوفوا العائله، من حيث فلان وفلان تيدير وكيهضر وكيف تيعمل، ما تناخذوش الاخر ونتقبلوه كيف ما هو باش نخليو الشمل مجموع ونعلموا وليداتنا. لاحظوا معي كل واحد فينا انا بعدا درت صغير البارح وعندي بنيتات كبارين ما شاء الله، اذا درت لهم التجمع العائلي، يلا اجي نشوفو نديرو نعاود نسترجعو الذكريات والايام ونديرو ونقصرو الليالي ونضحكو ونهضرو. لاحظي معي على ان كل واحد فينا دار التليفون ماشي حقه، الله يخليكم، كل واحد فينا حط التليفون يتشارجا، زعما هو غير بالسبه ديال لاشارج، غير نساليو معاك دغيا دغيا ومشي التليفونات. لا ولكن حطوه بعدا يتشارجا، بعدا صخاوبي، واللي عنده شي موضوع تيجبد، كانت هاد الحاجه وكانت هاد الحاجه وكانت هاد الحاجه، شحال دوزنا 2 ساعة و3 ومشينا على اننا تابعنا لي جو. وكان في هاد المجمع الفئات العمريه كانوا اجيال، كان من الصغير من الطفل حتى الكبير، وكل واحد كيتحدث بلغته وكل واحد كينتقي من الاخر. حنا لا، ولا عندنا جيل الموضه الخاويه اللي هي هكت هنا،
ولدي بكي كيعرف يدخل لهاد الجو تبارك الله. اه نعطيه، لا لا هذا ما عرفش يصوبو صار، نعطيه لولدي هو اللي غادي يدخل يصوبو. اذا حنايا دخلنا في متاهة، حنا الضحايا وحنا المسؤولين. جمله زوينه، جمله زوينه نوقفوا عندها، حنا الضحايا وحنا المسؤولين. غادي ننتقل عندك لاله اسماء. لاله اسماء، ربما يعني انت عارفه باللي كاين بعض الالعاب اللي هي خطيره جدا واللي ظهرات، العاب اللي وصلت يعني باطفال ومراهقين الانتحار او محاولات الانتحار او احيانا درجات متقدمه من الاكتئاب، وشفنا تجارب اللي مخيفه جدا. ربما لاحظنا حتى المبدا ديال المخدر الرقمي اللي بزاف ديال الناس ما تعرفوش، يعني ولدك في الدار، جالس في الدار، سد عليه بيتو وكيتعاطى مخدر بطريقه معينه، وحتى الطريقه ديال استقطاب المراهقين ولا الشباب لهذا النوع من المخدر كتكون بواحد الطريقه عجيبه. يعني كيتيستي في النوبه الاولى عبر ذبذبات صوتيه، من بعدها تيخصو يبدا يدي بالكارت بونكير او لا كارت انترنيت، وتيبدا يشري ديك الدوزاج ديالو. مساله اللي اللي كتاثر بواحد الشكل كبير. انا ما نعطيش تفاصيل، ما بغيتش نعطي تفاصيل كثير على المخدر الرقمي، ولكن بغيت نقول للوالدين اللي كيتابعونا دابا ردوا البال، راه كاين واحد المخدر في وسط الدار عبر ذبذبات صوتيه. ما غنعطيش تفاصيل كثيره عليه، ولكن راه انت في وسط الدار وليداتك كيسمعوا. هذا الشيء واش ما كيشكلش بالنسبه لك كأم هاجس كبدي تفكري كيفاش غنكونتروليهم؟ صعيب نكونتروليهم، شي مرات راه كنلقى ولادنا ديباسونا، فاتونا زعما، صعيب باش تكونتروليه، اولا عنده فكره اولا عنده توجه يفوق انت التطور ديالك اولا المسيره ديالك للتكنولوجيا. فعلا اخت سكينه، فكرت في هذه القضيه هذه بالخصوص من كنقرا بحال هذه الاخبار هذه، يعني كتلونس يعني في المواد في المواقع الالكترونيه بحال الفيسبوك، دائما كنشوف بحال هذه الاخبار هذه، راه فلان ولد عنده 12 عام، عنده 10 سنين، عنده 15 عام، يعني كان مبلي بهذه الالعاب هذه اللي ولات كتقتل، تيقولوا راه انتحر. وبزاف ديال العائلات يعني تجسدوا هذا، جسدوا هذا المشكل ديال الابناء ديالهم اللي انتحروا. فوالله العظيم الا طاحت لي في بالي وقلتها للزوج ديالي، قلت ليه رد بالك مع الولد الكبير بالخصوص، الوليد الكبير يعني واخا هو باقي صغير، ولكن ما تعرفيش الله يستر يقدر يدخل لهذه اللعبه هذه شي نهار تخرج ليه يدخل ليه يلعبها، وما ما غاديش يعرف راه خايبه ولا واعره ولا كتقتل، ولكن غير تقدر تخرج ليه مع الالعاب تعجبو ويمشي كليكي عليها ويدخل، يعني راه بسهوله داكشي الواحد كيدخل ليه، ولكن صعيب باش الواحد يخرج منها. فانا طاحت لي في بالي فعلا، ويعني وقلتها للزوج ديالي، وحتى انا كنبقى جالسه واخا كنكون شويه يعني مشطونه مع الكوزينه، راكم عارفين الامهات راه تكونوا مشطونين في الكوزينه، كتقول لي صافي راه ولدي راه كيلعب، راه ولدي كيتفرج، ولكن فاش كيلعب وفاش كيتفرج الله اعلم. فمره مره كنشوف اشنو كاين، انا نيت ما كنقدرش نشوف شي حوايج اللي هي خطيره، كنقول لي حيد عليا هذاك الصوت، انا راه نديرو جيني ما كنبغيش. علاش هذاك الصوت؟ لانهم تيكونوا يا اما واحد كيجري ولا اخر تابعو باغي يضربو، يا اما كنخاف من هاد يعني من هاد الالعاب هذه اللي كيخلعوا، يعني تقدر تجسد لهم واحد المشكل نفسي، وبحال اللي قالت الدكتوره انهم تيولي عندهم واحد الاعصاب في الدز ديالهم، ما يقدروش يتحملوا شي واحد يقول لهم لا حيد عليا داكشي شي ما بغيتش نشوفو، لا ما تلعبش داكشي، يعني كيوليو بحال اللي قالتها الدكتوره نزهاك، كيوليو كيضغطوا على السنان ديالهم بالاعصاب، ما كيبغيوش اللي يقول لهم لا ما تتفرجوش داكشي. فاش غادي نديروا؟ يعني كنحاولوا اننا نراقبوهم، وحتى حنايا كيف ما قلتي حتى حنا راه ملي كندخلوا لهاد يعني المواقع الالكترونيه راه حتى حنا كنتبحروا فيها، وحتى حنا كيولي عندنا بحال ادمان. وربما هذه المساله اللي شارت لها يعني لاله اسماء راهي مهمه بزاف، راه كلنا كنعانيو من حالات الادمان مع عالم الانترنت والتكنولوجيا والالعاب نوع من انواع الادمان، ولكن احيانا كيصبح مؤثر. ربما احنا تكلمنا على الاطفال، تكلمنا على المراهقين، وتابعنا بعض الالعاب اللي كانت خطيره بزاف، يعني العاب اللي ربما نتجت على حالات انتحار، احيانا تهديد، كان 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 كانوا مواقف كارثيه علاقه بهذا الجانب يعني ديال الالعاب الالكترونيه. ولكن انا بغيت ننتقل لواحد الشق اخر اللي كيخص ايضا حتى يعني الازواج، حياه الازواج. مفروض انه زوج
وزوجه غيولدوا وليدات غيربيو الوليدات الى غير ذلك، خاصهم يديروا واحد المجهود في العلاقه الى غير ذلك، مساله اللي هي مهمه واساسيه. ولكن احيانا كتصبح هاد الاضطراب العائلي بسبب العالم الالكتروني تخلق جدل كبير، كيولي الراجل داك الطفل الكبير في البيت اولا المراه ديك الطفله الكبيره في البيت، هي هي مع 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 اللعب مثلا، وكتقول خاصني ندوز من مرحله لمرحله وكذا. وغالبا الرجال اللي عندهم هذا الاشكال هذا يعني كيشدوا الالعاب وتنسى وقته، كينسى حياته، كينسى وليداته، كينسى مراته، كينسى دارو، كتخلق مشاكل، وربما كتولي كيف ما قلتي واحد واحد نوع من العنف، كتبدا مشاكل، كتبدا المدابزه، كيبدا الغوات الى غير ذلك، تبداو كندوزوا المراحل اللي هي اصعب في العلاقه، واحيانا كتطور لما هو أسوأ. كتقدر توصلنا للانفصال، كتقدر توصلنا للعنف، وكتقدر احيانا توصلنا حتى الجرائم للاسف، الا ما تحكمناش في الحاله العصبيه في ديك المرحله. ربما بعض الخطوات المراه كتحاول تستفز الراجل، تجي تقطع له لو جو ولا تطفي التلفازه ولا دير شي تصرف اللي هو بقدر ما داك الانفعال كتبقى تكون رده الفعل قاسيه وقاسيه بزاف. فعلا السكينة انا كيف ما سميتو في الاول سميتو لو جو باثولوجيك، هذا اللاعب اللي تيولي مرضي راه سميتو مرضي. اذا راه شلب منا واحد المتعه، شلب منا، ما تيبقاش لاعب بمتعه، ما تيبقاش لاعب فيه واحد الراحه، ما تيبقاش فيه انت حاضر، راه تيولي الانسان فيه حاضر هيكلا وغائب عقلا. إذن هذا اللاعب هذا تنفقدوا فيه الحياة ديالنا الشخصية العملية الأسرية والاجتماعية كذلك. إذن احنا يا تنوليو مضرين، ما تنعرفوش راسنا اشنو الطموح اللي ولا عندنا. إذن تيولي الإنسان سجين، وتيولي الإنسان عبد ديال داك اللعبة. إذن في الحياة الأسرية التي يما فيها تيولي الزوج أو الزوجة ما تيجي شيء ويحضر عن هذا الإدمان في اللاعب غير هكذاك. إذن أولا غالبا ما تيكون هناك واحد الخمول في العلاقة، واحد البرودة في العلاقة، ما تيكون شيء واحد حياة أسريا. إذن حتى يكون حتى كل واحد شد طريق، ما تيبدا شيء غير باللعب. إذن شنو تيتولد عليه؟ يتولد عليه واحد الفراغ العاطفي ما بين جانب أو الآخر. الوليدات هما مطلوب بحال اللي تيعيشوا غير الخدمه، ياكلوا الدار بحال لوطيل، وتيوليو الوليدات ها هما دخلوا ها هما دونك لا روتين ديال كل نهار. اذا هنا تيولي واحد البروده في التعايش، ما كاينش عيشه زوينه اللي هي فيها نشاط وفيها ضحك وفيها نكات وفيها نتصل باش نسول فيك وفيها جيتي اجي موجدين حنايا واحد البروغرام. اذا الناس تلفوا ولقاو واحد السكينه في هاد الالعاب. قبل ما نهضر على الالعاب، السكينه في الهاتف، ولا سيما هاد الهواتف الذكيه ولكن المخربه عقليا، اللي هي كتعطينا كل شيء وتتعطينا كل شيء بسهوله، فين غير مجرد كليك كتعطيك اللي بغيتي في متناول. إذن كل واحد فينا، أنا غنهضر على الأزواج، على الرجال، كل حاجة محروم من هذاك الراجل غادي يلقاها عنده مبسطة في قلب فراش وفي قلب دار، وما تيدير حتى شي مجهود. إذن كليك كيوصل لجميع المعلومات المحتاجة، لاش معلومات، تيوصل لكل شيء قدامه، حتى المرأة اللي تهضر معاه كاينة. إذن حتى صور كاينة. إذن التكنولوجيا على قدر ما هي كانت إيجابية للناس، على قدر ما هي مدمرة لعقول الناس.
إذن للأسف ملي تيكون الزوج غادي يبدا يبحر في هذا أو يغطس في هذا البحر ديال التكنولوجيا، الزوجة ما كتردش البال. علاش؟ حيت هي تتكون تايهة في المجال واحد آخر، مجال يا أما الأولاد ما تتبقاش رد البال لدارها وشنو كاين، يا أما تايهة في المجال الآخر اللي هو مجال طبخ وقصة توجد وقصة. وعادي إذا كانت المرأة العاملة عاود هذا بشكل آخر، غادي عندها ضغط إذن هنايا غادي نقولها بالدارجة المغربية، ما كتردش البال، ما كديرش اثنين قاعة. ربما لالا نزهة يعني انقطع التواصل مع لالها أسماء نظرا لإشكال التقني باش يمكن نواصلوا معها، ولكن تقسمت معنا تجربة، وهذه مسألة اللي هي مهمة بزاف، ومنها نبغيو نعطيو واحد الإطار عام الأعراض اللي يمكن تنتج على هاد طبعا الحل على هاد النوع من الإدمان. باش نفرزوا ما بين إنسان شخص مدمن والشخص عادي تيلعب عادي. المدمن غادي يحس براسو، انا هنايا غنتكلم مع المدمنين او اللي بغى يعرف راسو واش مدمن، غادي يحس براسو على ان بحال الجرعه ديال المخدر، كل ما خد الجرعه ديال اليوم على ما يجي يكمل الاسبوع ما تسقاش تكفي. اذا داك البليزير اللي تياخذ في اللعب ما تيبقاش يقدو، شحال ما استهلك ديال الوقت تياخذ ربع ساعه تياخذ نص ساعه وهو غادي. وهنايا تيحس بواحد النشوه وهو كيلعب، هو في عالم النشوه، ولكن هذيك النشوه راه تيدخل فيها في المرض. كذلك ما بين الاعراض هو تيكون تيولي الشخص في واحد الحاله من العصبيه. علاش؟ حيت هو تيقول هو في تحدي في اللعب، خاصني نربح، وهذا علاش حرمه ربي هذا الميسر وهذا القمر وهذا الشيء وهذا الكارطات اللي هما في شكل إدمان. هو تيهلك الصحة العقلية. كيفاش؟ فوق ما يخسر تيقول لا غنزيد غير طرح واحد آخر باش نربح. لا لا لا، ربما نفس الاتجاه اللي كنمشيو فيه علاقة مع الألعاب الإلكترونية بلا ما نحسو. أكيد هو نفس الاتجاه، لا أصبر نزيد غير هذا، وهو كيتطور، لا غادي نزيد لواحد المستوى آخر، لا دابا هذا ولا صافي عادي هذا اللعب، ولا أرى نشوف واحد آخر، لا هذا عاد خرج بلاتي. المشكل الكبير هو أن هذا الإنسان ولا سيما الأطفال في هذه النقطة هذه هما تيدخلوا تيلعبوا واحد اللاعب اللي هو مضر بالصحة، شنو هي؟ فيه الذبيحة وفيه القتيلة وفيه العدوانية، ولكن تيلعبوها باللاعب. لاحظوا معايا لهالدرجة، ولينا كنستخفوا بالدم ونستخفوا بالقتل، وغادي يدور هذاك يقلب على هذا هنا. إذا تنوظفوا الذكاء ديال الأطفال أو الكبار غير في العدوانية. وبالتالي تنقولوا علاش هذا الراجل غير يغوت ولا ما بقى عنده خاطر ولا، ودائما غائب، واخا يكون في الدار هو غائب، اللي بغيت اللي درتي ولا عالي او تينوضي الدابس. اما الا كان غائب فهو راه غادي يمشي يغبر، يدعوا له فلوسه، غادي يولي في القروض، وغادي يولي ياخذ من عند الناس وما يرد لهمش، واحيانا غادي تدوز المساله خطيره، غادي يولي يقدر يتعاطى الشفره يتشفر واخا يكون ذو منصب. اذا انت يولي هنايا ماشي الخاطر، علاش؟ يتولى مريض بالادمان. كذلك ما تيفقد الانسان واحد السيطره على الوضع، واخا يبغي يحبس راه بحال المدمن ديال المخدرات ديال الفاني ديال القرقوبي وديال هادشي. اذا تيولي واخا يبغى يحبس كيتصعب عليه. علاش؟ حيت هنا دخل في المتاه ديال المرض في الادمان. اذا هنا خصو واحد العلاج اللي هو علاج بالعقاقير
غايقول لك واش انا حمق؟ كيفاش انا لا انا تلعب؟ لا سيدي راك وليتي ما عايش مزيان، ما بقاش عندك واحد واحد لا نوسيون في الخدمه، ولا عنده في حياته غير اللاعب. اذا ولا هو في كل وقت يمكن ياخر، ما يمكن ما يبقاش يصلي كاع، ما يشوفش الناس، ما يشوفش صحابه، غادي ينعزل، نسى الدوش، بلاتي على الدوش، بلاتي على الماكله. لاحظوا معايا، هو كيحيد كل الحوايج اللي هما متعلقين بالحياه، وكيتجرد من 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 الحياه الطبيعيه وخلاص الاسريه. اذا هنا غادي نقول خاص العلاج بالعقاقير، خاص علاج بالجلسات النفسيه. ربما هذا الاسقاط اللي وضعناه على الادمان، يعني كما تنقولوا المحيط بينا باش نفهموا الصوره ديال الادمان، راه نفسه على الادمان الالكتروني، يعني ملي تيوينوا مع الادمان راه خاصو علاج. شوف لالا، راه كاينه السيده اللي غادي تخرج تبقى تشري الحوايج، واليوم تشري الحوايج وغدا تشري الحوايج، وبعد ومن بعد غادي تطيح في الادمان ديال تشري غير باش تشري تري. وخصها اليوم غادي تمرض حيت ما خرجتش علاش باش تشري وهي ما مخصوطاش. إذن الإدمان راهو سميتو التعود على واحد الحاجة وانت ما محتاج لهاش، العقل ديالك تعود تلقى فيها بليزير واحد الوقت، ومن بعد كتولي هي فيها هاجس، فيها خوف، فيها عصبية، فيها حتية النيفروز هذه، فيها 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 وسواس، فيها فيها واحد الإحباط، راه يقدر يطيح الإنسان في مرض. كان عارف الله يرحمه واحد السيد اللي جاتو سكتة قلبية، علاش؟ كان تمشي يلعب قمر كل ليلة كل ليلة، ما بقاش يشوف، ولا انفصال، ولا وليداتو متخلي عليهم. لاحظوا معي، إذا الإنسان يبيغ لي بيدال. لالا نزهة منها، نبغيو نختمو برسالة مباشرة الأمهات والآباء، الزوجات والأزواج، كل من كيعاني من هذا الإدمان الإلكتروني. إلا كنشوفوا في وليداتنا وحنا كنقول لهم غير سيروا غير لعب باش تهنا، ومن بعد كيولي عنده الإدمان وكنبدا نشوفوا أعراض، أولا في بعض الأحيان في العلاقة الزوجية ما بين الرجل ومراته. شنو هي الرسالة المباشرة اللي خاصنا نوجهها وقتاش نعرفوا باللي حنا دابا راه كما كنقولوا اون ساميوز، حنا ناشطين مع راساتنا، كنفوجوا على راسنا كنلعبوا، لا هنا رحنا بدينا كندخلوا في الخطر، هنا راه بدينا تنمشيو للمرحله ديال الادمان اللي ممكن انها تاثر على مستقبلنا ماشي فقط على حياتنا. اذا الرساله المباشره هي نعيدوا كل مره نديروا لا بريز دو كونسيونس، نفيقوا، خاصني نتعلم نقول ستوب، لا صافي ما غاديش نلعب هذا، صافي ساليت بلاتي حتى من بعد، وخاصني نعطي الحق لحاجه اخرى، خاصني نشوف الحياه ديالي من زاويه واحده اخرى. كاين رياضه، كاين الناس اللي نتلاقاهم، وانا تنحط اونكور اون فوا على التواصل. اذا هنايا خصنا ما نديروش شي لولادنا، نشريو لهم اخر مخرج في اللعاب الالكترونيه وفي الاخر نقولوا نبكيو على الاطلال، لا. اذا حنايا المسؤولين، حنايا اللي نعلموا وليداتنا يجلسوا يتحدثوا معانا. لاحظوا معايا، كونوا على يقين الوالدين على ان وليداتكم، واليوم تلقيت واحد الطفل اللي في عمره 14 سنه سميته الطفل، 14 سنه سميته الطفل، علاش؟ ما عرفش يركب ليا جمله اللي تنقول له تيقول لي بحال داكشي هذا، بحال داكشي اللي قلتي، هذاكشي اللي قلتي، ها داكشي اللي قلتي. قلت له شنو هو احسن جو الكترونيك اللي كتلعب؟ تعايلي غنقول لك قلي العشرات وبفصاحة. عندك ويحسب لكم على أن وليداتكم راه عندهم اضطرابات لغوية وعندهم اضطرابات هذه واضطرابات هذه، راه وليداتكم انتم دايرين لهم الاضطرابات، انتم اللي كتفشوهم حوايج اللي ما عندهم ما يديروا بهم. علموهم يتكلموا، علموهم يدافعوا، علموهم يثقوا في نفوسهم، علموهم يلعبوا، علاش لا؟ حيت هذا الجيل ديالهم يتعلموا يلعبوا هذه اللعب الالكترونيه، ولكن بالتي هي احسن غير بشويه. خصني لازم من حضور الوالدين ماشي الهيكل، حضور فعال. شكرا على اللقاء، شكرا.
لالا يخطيك، مشكوره جزيل الشكر الاخصائيه نزهه الخميري، اخصائيه ومعالجه نفسانيه، على كل هذه المعلومات اللي تقاسمتيها معنا، ودائما لقاء شيق وممتع جدا برفقتك لالا نزهه. لالا يخطيك الله يعطيك الصحه، ونتلاقاو ان شاء الله فرصه قريبه. الله يحفظك لالا يخطيك وتحياتي ليك. شكرا لالا يخطيك. كنبغي نشكر ايضا السيده اسماء الشكري، وهي شيف طبخ مغربيه في الولايات المتحده الامريكيه، بالضبط في ولايه فلوريدا، وكنشكرها على تقاسم معنا وتواصلها معنا. للاسف انقطع لها التواصل، ولكن عطتنا معلومات اللي هي مهمه واللي كتهم امهات واباء جيل من الاطفال اللي ربما كيشتركوا في نفس يعني الاهتمام وفي نفس الاتجاه. فكنشكرها جزيل الشكر على المشاركه الطيبه. كنشكر ايضا السيده ندى مقيت، وهي ربة بيت مقيمه بالامارات المتحده العربيه. بطبيعه الحال نظرا لصعوبه تقنيه استطاع على الامر انها تكون معنا في المباشر، ولكن كانت التجربه ديالها غنيه، وربما عكسها بصوتي مع لالا نزهه، وعطتنا اشارات اللي هي مهمه في علاقتنا مع وليداتنا وكيفاش نتعاملوا معهم، وحتى مع الازواج اللي اصبح هذا المشكل ربما كيأرق العلاقات الزوجية أيضا والأسرية. كان بودي أنه نقاش يكون مفتوح أيضا مع الأزواج، ولكن في تواصلنا مع عدد من الأزواج كان نوع من التحفظ على الحديث عن الموضوع، لأنه كيخلق مشكل كبير في النقاش ما بين الزوج والزوجة. فما أدراك على أنه الزوج يصرح بها أو للزوجة تصرح بها. اكتشفت للأسف أن هذا الموضوع هو نوع من الطابوهات اللي يمكن يخلق إشكال كبير في وسط الأسرة وفي وسط العائلة. فكان تحفظ من زوجات وأزواج أيضا لهذه المسألة كترهقهم، ولكن قالوا لي سكينة شيري الموضوع، لأنه بغينا يوعاو الزوج أو للزوجة بالإشكال اللي يمكن أنه يهدد هذه الأسرة وهذه العائلة. ختاما كان بغي نقول باللي الحاجة إلا زدت على حدها أكيد أنا كان قلب ضدها. ماشي عيب أننا نفوجوا على راسنا بطريقة اللي كتوالمنا وبطريقة اللي كتساير مع المجتمع ديالنا ومع تطور المجتمع ديالنا. ماشي عيب نفوجوا على وليداتنا ونرفعوا عليهم، ولكن ما نزيدوش فيه عاوتاني، لأنه المسألة يمكن يصبح عندها تأثير صحي نفسي اجتماعي وأسري علينا، على وليداتنا وعلى أزواجنا. مشاهدينا كنبغي نشكركم جزيل الشكر دائما على حسن المتابعه. نعود ونلتقي باذن الله الاربعاء المقبل. كنشكر كريم لايت استرقنا اليوم في الاشراف التقني والاخراج. كنشكر كالعاده بطبيعه الحال يونس وحيدي واسماعيل الكحاوي في الجرافيزم. كنشكر ايضا محمد مبارك. شكرا لكم اوفيائنا، دمتم في رعايه الله. نلتقي الاسبوع المقبل والى اللقاء.